ربما لا تختلف مشاكلها عن مشاكل كثيرة أخرى في كثير من الأحياء الشعبية، وهذه واحدة منها. بفكر كتير قوي ان حالي مشكله بتاعت الزباله ديت، بس انا كنت لوحدي ما كنتش عارفه احلها ازاي، فكنت بحاول ادور على حل، ادور على اي حد يساعدني ان نحل المشكله ديت. انها سيده علي التي تسكن بعزبه الوالده بمنطقه حلوان، وقد اعياها ذلك التفكير في التعرف على بدايه الطريق الذي يقودها لحل مشاكل منطقتها. لكن اعضاء بجمعيه نهوض وتنميه المراه كانوا يدقون بابها من أجل إحداث التغيير. في يوم لقيت حد بيخبط عليا، عرفوا إن إحنا عايزين نحل مشاكل في المنطقة بتاعتنا وإحنا لينا ناس مميزين في المنطقة ديت، فجم قالوا لنا إيه مشاكلكم وعرضوها علينا عشان نحلها لكم، ودي كانت مفاجأة بالنسبة ليا أنا وجيراني كلنا، وبصراحة انبسطنا إن هم في حد عايز يحل معانا المشاكل بتاعتنا. لكنها كانت تجربة من نوع خاص، فالجمعية تطرح برنامجاً مختلفاً أطلقت عليه تنظيم المجتمع، يدمج سيدة وغيرها في مشوار يمكنهن من طرح المشكلات بل وأيضاً البحث عن حلول لها. فبدأوا يعملوا لنا ادوات وتدريبات توعية، وازاي يعرفونا ازاي نرصد المشاكل وازاي نجمع لها حلول وازاي نبدأ نحل المشاكل مع بعضنا. احنا موجودين النهاردة علشان نتعلم ازاي نرصد المشكلة بطريقة سليمة ونوجد لها حلول واقعية ونشارك فيها المسؤول مش بس في رصدها كمان في حلها. بدأنا ينزلوا معانا الشارع ونعمل زي صوان صغير كده ونجيب كراسي فيه، بدأنا نعرض عليهم مشاكل الأهم فالأهم، وبدأوا ازاي يعرفونا ان احنا نطرح المشكلة على المسؤول ازاي وازاي نختار اجود الحلول ليها مع المسؤول. احنا جاتلنا امراض كتير قوي بسبب تراكم الزباله بكميات كبيره جدا جدا في المنطقه. هيكون عندنا لجنه حي، والمشاكل اللي احنا ناقشناها مع بعض هي دي اللي انتوا هتناقشوها بنفسكم للمسؤولين. ولكن التدريب وحده لا يكفي لاخراج سيده من عزلتها او فشلها في التواصل مع المسؤولين. من اجل هذا كانت فكره لجان الحي. وبعد كده عملوا لنا لجنه حي، وفعلا جابوا لنا المسؤولين وبدانا نعرض عليهم المشاكل وبدأنا نطرح عليهم حلول من عندنا إحنا. أنا جاية ممثلة عن الحي عشان نسمع مشاكلكم وأي طلبات ليكم ونحاول نوصل لحلول ليها. إحنا النهاردة من خلال الجمعية عرفنا إن إحنا ممكن نقدر نشارك في حل المشاكل بتاعت المنطقة بتاعتنا، ودوت اللي جايين نتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة. ونتيجة لكل هذا طرأ التغيير على المنطقة التي تسكن بها سيدة، وحلت مشكلة القمامة ومشكلات أخرى كثيرة طرحتها مع غيرها من نساء المنطقة. وفعلا ظهرت عندنا ان المشكلة بتاعت الزبالة ديت بدأت تتحل، ان زودونا صناديق الزبالة، جابونا شركة نظافة بدأت تلف في الشوارع، بدأت تلم القمامة بالعربيات، بدأت تعمل حاجات توعية للناس الموجودين في المنطقة باللافتات، ما هترموش بره الصندوق، ارموا جوه الصندوق. وكان في مشاكل تانية برضو زي المشكلة بتاعت العيش، ففعلا طرحنا المشكلة ديت على المسؤول وبدأ يحلها معانا، وفعلا زودنا عدد الأكشاك وعمل رقابة على الأفران نفسها إنه يحسن إن رغيف العيش نفسه، إن كان رغيف العيش كان سيء جدا. حلقة الوصل بين الفئات المهمشة في المناطق العشوائية وبين المسؤولين الحكوميين، والتي أحدثها البرنامج، كانت خطوة مهمة في محاولة سيدة للانتقال إلى عالم أرحب في العمل الجاد والطموح. أنا مبسوطة إن أنا اشتركت في وقت عضوة متطوعة في جمعية نهوض وتنمية المرأة، إني بدأت أحل مشكلة بتاعت منطقتي، مشاكل المنطقة بتاعتنا.